التوافقات السياسية، الإطار الشيعي يتمسك بحكومة الخدمات ويؤكد أنه لا توجد أسماء مطروحة لرئاسة الوزراء، بل هنالك مواصفات. الأزمة الصحية، كورونا تدق أجراس الارتفاع ووزارة الصحة تعز الازدياد بعدم الالتزام بالإجراءات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. يبدو أن تحركات الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الخاصة بتشكيل الكتلة النيابية الأكبر والشروع بإجراءات تشكيل الحكومة المقبلة قد أزعجت أطرافا في الداخل والخارج، وهذا ما برهنت المواقف السياسية اللي تصدر من الجبهة الداخلية وكذلك التدخلات الطارئة على المشهد السياسي العراقي من الخارج، حيث عمدت هذه الأطراف إلى التقليل من شأن الإطار التنسيقي من خلال بث الشائعات الكاذبة والتصريحات التي تزعم فيها بتفكك الأطراف السياسية المنضوية في الإطار، لكن في الحقيقة هي على العكس تماما، لا سيما أن هناك مفاوضات وحوارات مستمرة بين قادة الإطار التنسيقي وباقي الكتل السياسية ومن جميع الأطراف، سيما الكردية والسنية اللي قالت كلمتها بصريح العبارة بأن الإطار هو الأقرب إليها في خارطة بناء التحالفات الجديدة. إلى الجانب الآخر، يبدو أن لجنة الصحة النيابية تعيش في عالم وردي وتحاول التقليل من خطر الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، على الرغم من أن أعدادها قد وصل إلى الآلاف بحسب إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الصحة، وهو ما ينذر بعودة الخطر مجددا. وفي هذا الإطار يؤكد عدم وجود حاجة للقلق من الموجة الوبائية الجديدة التي دخلت البلاد. مشاهدين، في حصادنا لهذا اليوم راح نتناول هذين الملفين المهمين وتداعياتهم ونناقش هذه المواضيع مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بالبقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة. أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي أن الإطار لم يطرح أو يقدم أي أسماء مرشحة لمنصب رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، لافتا وضع مواصفات وشروط معينة للشخصية اللي راح تتولى رئاسة الحكومة، حكومة الخدمات الجديدة. البلداوي أشار إلى أن هناك من يخمن الأسماء المرشحة واللي راح سيتولى أحدها منصب رئيس الوزراء، إلا أن ذلك غير موجود إطلاقا، حيث لا توجد أي أسماء محددة لهذا المنصب. نفتح وياك مشاهدين هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. ربما هي الأيام الأخيرة لحالة الانغلاق السياسي الذي تشهده البلاد، فالمؤشرات البيانية التي تؤكد إعادة التوازن ومراكز القوة لصالح الإطار الشيعي وتمكنها من تحقيق الحكومة التوافقية باتت قاب قوسين أو أدنى، ما يعني قربها من تشكيل حكومة خدمات، وهذا ما ترنو إليه الأنظار الشعبية التي طالبت بتوليفة حكومية قادرة على تجاوز تحديات المرحلة. الإطار التنسيقي تكلم عن حكومة خدمة وطنية تلبي احتياجات المواطن العراقي والعمل على توفير الخدمات للمواطن العراقي وللعراق بصورة عامة، لأن هذا الجانب أهمل كثيرا لفترات طويلة، يعني بالتحديد منذ ثمانينيات القرن الماضي وإلى يومنا هذا. لذلك نتطلع خيرا إذا ما تشكلت الحكومة من قبل الإطار التنسيقي أو برئاسة الإطار التنسيقي من أجل إنقاذ العراق وتوفير الخدمات للمواطن العراقي في المرحلة القادمة. وفي طريق هذه النهاية الحتمية للانسداد السياسي، فإن أولى مؤشرات الإعداد والبدء بالتركيبة الحكومية تبدأ من جبال الأقليم التي ما زالت تحجب هلال رئاسة الجمهورية، إلا أن المتغيرات الأخيرة التي طرأت على الساحة السياسية ودعوة الإطار في مخرجات اجتماعاته البيوتات المكوناتية للالتئام قد يقرب مسافات تشكيل هذه الحكومة.
الحوارات مستمرة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، يعني الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، هنالك تقارب في الرؤى، ونأمل أنه يتم التوصل إلى اتفاق لتوحيد الصف وتوحيد البيت الكردي والخروج بورقة موحدة تلبي رغبات مواطني كردستان وشعب كردستان، وتكون بداية لحل هذا الوضع، يعني الاستداد السياسي الراهن في العراق. ومع هذه المقدمات التي تشير إلى تقارب الأداء والأهداف، تبقى بوصلة البحث السياسي عن برنامج حكومي يعمل على تذليل الصعاب وتحسين الأوضاع الخدمية للمواطنين على رأس قائمة اهتمامات قوى الإطار الشيعي. فالوضع العام لا يحتمل الإبقاء على حكومة تصريف مهام وقوانين بديلة، وعليه لابد من إجماع سياسي يمهد لانبثاق حكومة الخدمة الوطنية. علي حبيب، الأيام الفضائية، فيصل النائلي. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف. ارحب بضيفي الكريمين الدكتوره نداء الكعبي السياسيه المستقله، حياك الله دكتوره، مرحبا بحضرتك. وكذلك ارحب بالاستاذ حيدر عرب الموسى ورئيس مركز القمه للدراسات، حياك الله استاذ حيدر. خلينا نبدا من حضرتك استاذ حيدر. اليوم اكدت احدى النائبات عن تحالف الفتح عن توصل الحزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك الاتحاد الوطني الكردستاني الى اتفاق شبه نهائي حول منصب رئيس الجمهوريه المقبل. هل سنشهد اذا ما انفرجت عقده رئاسه الجمهوريه تحلحل بالعمليه السياسيه نحو الامام؟ لك اخي وزميلي استاذ احمد، قناتكم مشاهديكم متابعيكم الكرام، ضيفتكم الكريمه. بطبيعه الحال نحن دائما شاهدنا انه المشكله التي كانت عقبه في تشكيل الحكومه العراقيه الا وهي اختيار رئيس الجمهوريه العراقي، وبالتالي كانت مشكله الثلثين حاضره في هذه القضيه. الآن وبعد حقيقة انسحاب التيار الصدري وأصبحت الكتلة الكبيرة هي كتلة الإطار التنسيقي، شاهدنا حقيقة تصريحات من قبل الإطار بالتوجه لحقيقة تقريب وجهات النظر ما بين الحزبين الرئيسيين الموجودين في إقليم كردستان، حزب الاتحاد وحزب الديمقراطي. عفوا. ونعتقد حتى التوجهات في هذه القضية هي ليست فقط حل مشكلة اختيار أو ترشيح رئيس الجمهورية العراقية القادم، لكن هنالك مشاكل كبيرة كانت تعصف بالوضع السياسي وكذلك بالوضع الحقيقة العلاقات ما بين هذين الحزبين الرئيسيين، باعتبار نشاهد أنه يحاول الحزب الديمقراطي السيطرة بشكل كامل على جميع حقيقة مقررات وإدارة إقليم كردستان، وهذا يخالف حقيقة توجهات الأخوة في حزب الاتحاد، وبالتالي كانت المشكلة هي ليست مشكلة رئاسة الجمهورية بقدر ما هي مشكلة لإدارة إقليم كردستان، وكذلك كان جزء من هذه المشكلة اختيار رئيس الجمهورية. الآن حقيقة وبضغط واضح أيضا وبتوجيه واضح من الأخوة في الإطار التنسيقي، بضرورة أن يكون هنالك تقاربا ما بين الفريقين الاتحاد والديمقراطي، وإن لم يحصل هذا التقارب لاختيار شخصية حقيقة قد تكون توافقية ما بين الطرفين، سوف يمضيان إلى قضية الفضاء الوطني، وبالتالي سوف يكون حقيقة تقديم شخصيتين كما حدث في عام 2018، وبالتالي كانت هذه ورقة ضغط حقيقة على الأحزاب على الحزبين الكرديين أن يتقاربا وأن يتفاهما، وبالتالي أيضا استشعر الحزب الديمقراطي أنه إذا ما بقي مصرا على هذا الاتجاه، الآن أصبحت الأغلبية والغلبة واضحة
بشكل مباشر عندما صرح حقيقة الإطار التنسيقي الشيعي على أنه سوف يكون إذا ما ذهبوا بمرشحين اثنين سوف يكون مع مرشح حزب الاتحاد، وبالتالي سوف يكون للسيد برهم صالح دورة ثانية، وهذا ما اعترضوا عليه بدءا عندما كانوا يعترضون ويعترضون بشكل واضح وكبير جدا على ترشيح شخص برهم صالح، وبالتالي كانت القضية باتجاهين، الرفض الأول يجب أن يكون رئيس الجمهورية ديمقراطيا، الرفض الثاني أستاذ حيدر يعني وفقا لهذه المعطيات. خلينا ننتقل للدكتور نداء الكعبي، حياكم الله مجددا دكتور حضرتك. يعني لما نتحدث عن اختيار رئيس الجمهورية يدور الأمر بين اسمين، ولكن ماذا عن رئيس الوزراء؟ لا زالت الأروقة السياسية لم ترشح منها أسماء رسمية سوى ما يتداول في الإعلام، ولكن هنالك مواصفات تم وضعها من قبل الإطار باعتبار الكتلة الأكبر عددا، وهي المواصفات يعني بصراحة أنه يعني تنطبق على الكثير من الشخصيات في تصوراتنا. تشوفين أنه ليش ما يذهبون إلى ترشيح يعني مسمى بعض الأشخاص ويكون تنافس بيناتهم؟ نعم، في البدء تحية لحضرتك ولضيفك الكريم أستاذ حيدر ولمشاهدي قناة الأيام الكرام. حقيقة قضية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليوم، يعني مثل ما تفضلت حضرتك، اليوم هم ما يذهبون، المواصفات موجودة لاختيار يعني سواء رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، حتى الحال في البيت الكردي البيت السياسي الكردي، لكن لأن هو الموضوع لم يحسم، وضعت صفات ومواصفات معينة لرئيس الوزراء، لكن الحوار ما زال مستمر بين الكتل السياسية حول اختيار رئيس الوزراء. هنالك العديد من الشخصيات المحترمة والمقدرة التي تنطبق عليها ربما أغلب المواصفات، ربما جل المواصفات، لكن يبقى الأمر متروك أيضا لقضية التوافقات السياسية. حقيقة قضية اختيار رئيس الوزراء هي صحيح شأن البيت السياسي الشيعي، لكن يبقى أيضا موافقة البيت الكردي البيت السني، يجب أن يكون تحظى شخصية رئيس الوزراء شكل هذه الموافقة، موافقة أم اتفاق، باعتبار اليوم يعني خيوط العملية السياسية هي بيد الإطار الشيعي، بالتالي راح تبنى على شراكات هذه الحكومة التوافقية، تبنى على شراكات لبيضة قبان وضغوطات من قبل الكتل حتى تمرر أو لا تمرر. طبعا أكيد بناء على توافقات. حقيقة اليوم الأخوة الكرد لديهم مطامح في تشكيل الحكومة، ويعني تعودنا على الأخوة الكرد يتبعون سياسة الهضم والقضم عندما يكون هنالك تشكيل حكومة، بالتالي يسعون في خلال هذه المفاوضات والحوارات أن يحصلوا على عدد من المكاسب، والآن قانون النفط والغاز وتطبيقه وقرار المحكمة الاتحادية، بالتالي هذا يعني قرار مهم، وعلى الأخوة الكرد الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تنفيذه أم لا، ما هي البنود التي يتم تنفيذها، قضية كركوك، قضية تطبيق المادة 140، حقيقة العديد من الاتفاقيات والعديد من الفقرات اللي يعني الأخوة الكرد أرادوا حسمها قبل تشكيل الحكومة. أيضا الأخوة السنة لديهم مطالب، قضية السجناء، قضية المعتقلين، العديد من الملفات، منها قد يكون إقليم الأنبار من ضمن الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات، قضية الوزارات وهذه مهمة، الحقائب الوزارية اليوم يعني البيت الكردي البيت السني لديهم أيضا عدد من الوزارات التي يرغبون أن تكون هي هذه من حصصهم، وكذلك الحال في البيت السياسي الشيعي. فإذا قضية رئيس الوزراء، صحيح الآن الكرة في مرمى البيت السياسي الشيعي في مرمى الإطار، لكن بعد ذلك تكون في مرمى رئيس الوزراء، بالتالي الكتل السياسية عليها أن تتفق على شخص رئيس الوزراء حتى قد يمرر أو يتوافق معها في الملفات التي تطمح لاقتنائها في الحكومة القادمة. طيب أستاذ حيدر، وفقا لما تفضلت به الدكتور نداء الكعبي، هل من وجهة نظرك أن المعطيات إيجابية، المعطيات داخل الغرف السياسية أقصد بها والاجتماعات يعني لغاية الآن داخل الإطار التنسيقي، هل هو ماض في تشكيل حكومة توافقية يشترك بها الجميع؟ حقيقة الوضع السياسي والخارطة السياسية الحالية أفرزت حقيقة نتاجات تختلف عن النتاجات السابقة، وبالتالي من يحاول أن يتعامل مع الإطار التنسيقي بالعقلية السابقة هو واهم وخاطئ، وبالتالي الأخوة في ديمقراطي وفي سيادة يحاولوا أن يفرضوا الإرادات وكأنهم لا يزالون يتمتعون بالأغلبية التي كانوا يتحدثون بها سابقا. الآن هنالك تسريبات أنه الأرقام العددية حقيقة للتحالف الإطار الشيعي وحلفائه لربما وصلوا إلى أغلبية الثلثين، وبالتالي بإمكانهم تمرير الحكومة العراقية من رئاسة الجمهورية لرئاسة الوزراء بشكل يسير، حتى أنه هنالك حديث عن إعادة فكرة
حقيقة اختيار أو إعادة تدوير قضية رئيس مجلس النواب العراقي باعتبار هذه الفترة كان هنالك تغيير أو هنالك نوع وخارطة سياسية معينة تغير الآن. لم يرغبوا بحقيقة الخارطة الجديدة والأسلوب الجديد هم خاسرين في هذا الموضوع. قضية التوافق أنا لا أتفق مع كلمة قضية التوافق، الآن هي قضية اتفاق وطني. الآن ما يمضي به الإطار التنسيقي الشيعي هو قضية اتفاق وطني ما بين حقيقة مكونات، باعتبار المبدأ الذي انطلق به عندما كان ثلثا ضامنا في هذه القضية أنه ضرورة أن يكون الجميع مشارك بهذه الحكومة وأن لا يدفع الآخر. أختلف وياك سيدنا إذا تسمح لي، يعني هو شان اتفاق، هو توافق اليوم الأخوة الكرد لديهم مطامح، الأخوة السنة لديهم مطامح، شان يتم اتفاق؟ هو توافق من أجل المصالح ومن ثم يتم بعد ذلك لما الاتفاق. لما أشار السيد حيدر عرب أنه اتفاق وتوافق ونوه إلى أنه من الممكن اختيار أو أنا أكمل الفكرة نفس فكرتك سيد حيدر، خلي أنقلها للدكتور نداء. لما يتفضل بأنه لربما حتى يتم النظر بتولي رئاسة البرلمان، هل هذا ضمن الاتفاقات ومعادلة القوى؟ هذا ضمن التوافقات وليس الاتفاقات، هذا ضمن التوافقات حول المصالح وحول المطامح، بالتالي عندما يتم التوافق يتم الاتفاق. يعني التوافق هو ما يؤدي إلى الاتفاق، عكس ما يعني يذكر الأستاذ حيدر أنه قضية اتفاقات وليس توافقات، لا، الأساس هو في التوافقات ومن ثم تؤدي إلى الاتفاقات. شنو مصادق التوافق والاتفاق أستاذ حيدر؟ شوف أنا حقيقة ما أعرف، الدكتورة أخذتنا وغردت بعيد عن هذه القضية. أولاً محاضرتك أشرت إلى التوافق، يعني ما حد طرح قبلاً يعني ما لربما حتى يتم النظر في نعم جاي إعادة اختيار رئيس البرلمان، يعني هو من الضغط السياسي أم إعادة اتفاقات أخرى؟ اسمح لي أم هو توافق أساسي؟ أولاً التوافق هو إشراك جميع المشاركين بالعملية السياسية في الحكومة، فهذا توافق وتوزيع مغانم. أما الاتفاق هو اتفاق بضرورة أن يكون هنالك فريق يقود هذه الحكومة وهنالك فريق معارض، والآن ما موجود عندنا هنالك حقيقة فريق ارتأى أن يذهب إلى المعارضة برغبته، باعتبار الرؤية السابقة كانت تدفع فريق معين أن يذهب إلى المعارضة ليس برغبته وليس بإرادته، وبالتالي تدار هذه الحقيقة الدولة بهذا الشكل، هنالك فريق حقيقة مبعد وهنالك فريق من يدير الدولة. الآن الاتفاق هو أن نتفق على إدارة الدولة بشكل وطني، أن نتفق بإدارة الدولة لتقديم الخدمات للمواطن العراقي. سابقا كان التوافق الوزارات تدار من قبل الأحزاب الخاضعة لها، الآن بالاتفاق يجب أن يكون هنالك شخصية لرئاسة الوزراء قوية تدير الوزارة التي تناط بها، وبالتالي سوف يتحمل الشخصية القوية. نعم يتحمل بشكل كبير هذه حقيقة هذه التشكيلة وهذه القضية. الفريق الذي سوف يشكل الحكومة عليه أن يتبنى حقيقة متبنيات الحكومة والبرنامج الحكومي، لا أن يكون مع الحكومة بالنجاح وضد الحكومة بالفشل. هذا التوافق وهذا الاتفاق، وبالتالي التوافق غير الاتفاق. التوافق إدارة حقيقة الحكومة من خلال الأحزاب ومن خلال الكتل، لا وجود لرأي أو إرادة اسمه رئيس الحكومة بهذه القضية. بس من الناحية الاتفاق لا، الاتفاق يجب أن يكون هنالك حقيقة حكومة قوية ناجحة تدعم من فريق مقابلها. سياسي المعارضة والموالاة هنا دكتورة من الممكن تطبيقها في العراق حتى وإن بانت أو برزت معالم المعارضة ومعالم الموالاة، بالتالي لو تشكلت حكومة وفق هذه المعطيات راح تنجح هذا الجو السياسي الجديد على العراق؟ هي وين هالمعارضة أستاذ أحمد؟ منو الأعلن نفسه هسه الآن معارضة؟ إذا ذهب التيار الصدري معارضة؟ التيار الصدري لا، هو التيار الصدري أعلن الابتعاد عن الحكومة، لكن لو كان هنالك بعض الكتل السياسية أو بعض المستقلين أو بعض الكتل من يعلن أن يذهب إلى المعارضة. لكن يا سيدي العزيز، ما هي المعارضة؟ هل يوجد قانون يضمن حقوق وواجبات المعارضة؟ هل تعلم هي المعارضة نفسها الكتلة السياسية عندما تذهب إلى المعارضة تعرف ما لها وما عليها؟ هل هنالك ضمان لحماية هذه المعارضة من الكتل السياسية ويكون لديها بالإضافة إلى السطوة والسلطة السياسية السلطة التنفيذية؟ الإطار الشيعي بيّن سابقا معالم المعارضة وقال أنه يجب أن تتولى رئاسة وعضوية بعض اللجان البرلمانية حتى تتمكن من أدواتها، لا زال هذا الحديث يدور في الأروقة السياسية؟ يعني أستاذ أحمد، إحنا شوية يعني قدنا هذا ما اختتم به سيد كلامه، أنه إحنا يعني رئيس وزراء قوي واتفقنا على أن يكون رئيس وزراء قوي، هو من يأتي رئيس الوزراء؟ هو مو يأتي من ذات الكتل السياسية، ومنين راح يستمد القوة أيضا؟ بالضبط،
بالضبط. يعني احنا الكتل السياسية اليوم هي يعني السيد يقول لذلك قلنا اتفاق و... لذلك نعم نعم اتفاق وتوافق، لكن هذا الفرق ما بين الاتفاق والتوافق. نعم كانت الحكومة تشكل من الكتل السياسية، الآن الحكومة من أين تشكل؟ هل تشكل من ناس خارجين عن الكتل السياسية أم من ذات الكتل السياسية؟ لا بالتأكيد فقط متغير السياسية. متغير المستقل. لا لا هنا الفهم خاطئ لدى متغير المستقل مع هنالك لبس. القوة مين راح تجي لرئيس الوزراء حتى تكون حكومة قوية وما عندها تدخلات؟ وحسب ما عبرت أنه الكتل السياسية ما تحكم الوزارات، الحكومة هي من تدير هذه العملية. شوف أستاذ أحمد، منين تستمد هذه القوة؟ اسمح لي أستاذ أحمد، أولا علينا أن نفهم حقيقة نقطة جدا مهمة، قضية المعارضة. المعارضة هو أداء سياسيا، وبالتالي أنا أختلف مع اسمه جناب الدكتور تقول يجب أن يكون هنالك تشريعا لأداء للمعارضة. يعني شنو التشريع لأداء المعارضة؟ لا شنو التشريع لأداء المعارضة؟ أداء سيدة الكريمة المعارضة، سيدة الكريمة المعارضة أداء سياسيا وليس أداء تنفيذيا. التشريع هي أدوات للحكومة التنفيذية. طيب. أن تقوم بواجبها من خلال هذه قوة الحكومة راح تستمد، وبالتالي لا يوجد هنالك تشريعات لقوة سياسية أن تقوم بواجبها. أصبحت واضحة. أرجع إلى قوة الحكومة، يعني من الكتلة الأكبر هي من تدعم الحكومة وتجعلها قوية، ماكو تأثيرات الكتل الأخرى. أستاذ أحمد، أولاً علينا أن نستفاد من الأخطاء التي وقعنا بها في الدورات السابقة. الدورات السابقة جميعها كانت محاصصة وتوافق في هذه القضية، وبالتالي جميع القوى السياسية هي معارضة بنفس الوقت وهي حكومة بنفس الوقت، يتقاسمون المغانم والمكاسب بهذه القضية. فشلت الحكومة، تبروا منها وخرجوا بتظاهرات. أنا ما شايف يعني ناس تطلع تظاهرات وهم وزارات داخل الحكومة، هم متظاهرين على اليمن بهذه القضية، وبالتالي كان من المفترض أن يكون فرس بهذه القضية. الآن أنا تحدثت حقيقة كثيرا وقلت أنه في الوقت الحالي يجب أن يكون هنالك انتقالة سياسية بالرؤى، يعني هذه المرحلة مرحلة انتقالية بالرؤى السياسية بإدارة الدولة. طيب. يجب أن تكون اتفاق للفهم، اتفاق ما بين قوى سياسية على تشكيل حكومة. المعارضة حاصلة لدينا الآن، للعلم المعارضة الآن تطورت. أولا عندنا معارضة نيابية، هنالك بعض القوى وإن كانت هذه القوى ليست بالقوى الكبيرة لكن اختارت حقيقة نهج للمعارضة، وبالتالي هنالك قوة مستقلة وهنالك كيانات جديدة حقيقة اختارت أن تكون امتداد الجيل الجديد، أيضا عددهم جيد، تيار الحكمة، وهنالك بعض القوة أيضا سوف تتوجه إلى المعارضة، وبالتالي بدأنا نؤسس إلى مفهوم المعارضة النيابية. التيار الصدري عندما استقال وانسحب نوابه من مجلس النواب العراقي ذهب، وهذا كان واضحا بحديث حقيقة زعيمه السيد مقتدى الصدر. طيب. بأنهم سوف يتبنون المعارضة، معارضة الشارع السياسي، وبالتالي سيد الكريم المعارضة حاصلة، بالعكس الآن المعارضة قوية جدا. فأذن على القوى السياسية التي تتفق من أجل تشكيل حكومة، إذن يجب أن تشكل هذه الحكومة مبنية على حقيقة تصورات. أولا البرنامج الحكومي يجب أن يكون برنامجا مقتضبا قصيرا يفهمه المواطن العراقي، لا أن يكون برنامجا فضفاضا وبالتالي يصعب تطبيقه. هذا جانب. الجانب الآخر يجب أن يكون هنالك دعم حقيقي من قبل القوى السياسية التي اتفقت على تشكيل هذه الحكومة. النقطة المهمة قبل قليل أنتم تطرقتم لها، هنالك بعض الاشتراطات التي يشترطها تقدم وكذلك الحزب الديمقراطي. أنا أعتقد أنه القوى الحالية وتحديدا قوى الإطار التنسيقي إذا ما رضخت وقبلت بهذه أعتقد الشروط سوف تكون حقيقة مداهنة ومهادنة لهذه القوى، وسوف حقيقة تكون هنالك نقمة كبيرة من قبل الشارع العراقي إذا ما قبلت بهذه الشروط. يجب أن تكون حكومة قوية. الحكومة القوية إن لم تضع شرط المواطنة هو الأساس، ليس الحقيقة شرط الأحزاب والاستفادة الحزبية. طيب. المكوناتية أو الاستفادة الحقيقية. يعني أحس المعالم واضحة تقريبا أنه من يذهب إلى المعارضة، من يشكل حكومة. طيب دكتورة، المتغير الجديد عندنا المستقلون، يعني والمستقلين قالوا خصوصا من المكون الشيعي اشترطوا إذا قدموا مرشحهم لرئيس الوزراء أن يكون خارج الاختبار. زين، شلون تنظرين حضرتك إلى هذا الأمر؟ يعني حقيقة هو شلون يكون خارج الاختبار؟ هو هنالك معايير محددة لرئيس الوزراء. وبعدين نكون واقعين أستاذ أحمد، اليوم رئيس الوزراء إذا ما يحصل للدعم السياسي وتكون هنالك إرادة سياسية لدعم هذه الحكومة لا يمكن أن تنجح. لا يمكن. المسألة ما بني على تجارب.
تجارب. يعني شفت السيد الدكتور عادل عبد المهدي لأن ما كان عنده كتلة سياسية أو كيان سياسي كانت حكومته ضعيفة، وحكومة السيد الكاظمي لم تكن مدعومة 100% من الكتلة السياسية. فحكومات التوافق بالتالي يعني هي ما حصلت الدعم السياسي ولم تكن إرادة سياسية لإنجاحها. طيب. حقيقة ونتحدث اليوم السيد يتحدث عن البرنامج الحكومي، هو البرامج الحكومية موجودة، منو طبقها؟ منو طبق البرامج الحكومية؟ لذلك يعني يطرح هي كانت حبر على ورق، نحتاج إرادة سياسية. يتحدث عن يجب أن يكون البرنامج مختصر ومقتضب حتى نعم. يكون على الأقل يجب ويجب قابل ويجب قابل لكن للتطبيق. يا سيد العزيز ما الذي من النقاط التي كانت واجبة وملزمة وطبقتها الحكومات وطبقتها الكتل السياسية؟ نحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لدعم الحكومة، وأن نختار بدقة وعناية رئيس الوزراء بعيدا عن التوافقات وقضية التوافق السياسي والاتفاقات، أن تكون البوصلة والمصلحة الوطنية هي الحاضرة وهي بوصلتنا. كيف تشكل الحكومة؟ كيف تشكل الحكومة؟ يعني ما دام أنه أكمل يعني كيف تشكل الحكومة؟ لا هذا ولا ذاك. إذن لا هذا ولا ذاك. كيف تشكل الحكومة؟ أرجع لك كيف تشكل الحكومة أستاذ حيدر، ولكن دكتور هسه لما نتحدث عن هذه الملامح وأكو نقاط رئيسية راح نتحدث أنه والمفاوضات مستمرة بين الإطار التنسيقي وبقية الكتل السياسية. نتحدث عن التوقيت الزمني، هنالك من يشير إلى أنه في العيد خلال عطلة العيد لربما راح تكون هنالك انفراجات، تتوقع يعني إن شاء الله عامل الزمن راح يكون إن شاء الله يعني هي الحوارات السياسية مستمرة، وإن شاء الله ما دام هنالك بوادر لحلحلة الأزمة في البيت الكردي. نعم. ويبدو إنه البيت يعني الشيعي حسم أمره بقضية ما دام وضع معايير لرئيس الوزراء، وهنالك سمعنا يعني هنالك بعض الشخصيات المحترمة والمقدرة هي مطروحة على طاولة المفاوضات، في تقدير ممكن بعد العيد يحسم يعني قضية تشكيل الحكومة إن شاء الله، لكن هي مو قضية حسم الحكومة، المشكلة في الإرادة السياسية لدعم هذه الحكومة ومدى استقرار وثباتية هذه الحكومة والبرنامج الحكومي الواقعي القابل للتطبيق. طيب. ليس البرنامج النظري. ركزتم كثيرا ضيوف الكرام على قضية البرنامج وكيفية تشكيل الحكومة، كنت طرحت هذا التساؤل أستاذ حيدر، لما الحكومة وصفت نفسها بأنها ستكون حكومة خدمات بالتالي راح نفهم أنه هذه الخدمات متعلقة بنواحي اقتصادية، هل راح تنجح الحكومة المقبلة في تصحيح الإعوجاج في العملية السياسية خصوصا الخدماتي والاقتصادي وبالتالي تصحح الخطأ وتسير على الصحيح؟ أنا أعتقد أن المرحلة القادمة يجب أن نذهب إلى هذه القضية، قلت لك أن التحدي كبير جدا، أن المعارضة معارضة قوية في هذه الفترة، الدكتورة قالت ماكو معارضة، لا أكو معارضة الآن نيابية ومعارضة شعبية، وبالتالي هذه القوة السياسية إذا ما اتفقت حقيقة على برنامج حكومي، إذا ما اتفقت على حكومة قوية يجب أن تدعم هذه الحكومة وتقف معها، وبالتالي تتحمل حقيقة الفشل والنجاح مع بعض في هذه القضية ومع الحكومة. قبل قليل استشهدت بالسيد عادل عبد المهدي، السيد عادل عبد المهدي أتت به التوافق، وبالتالي هذا التوافق هو سوف يضحي بأي شخصية ما أن تواجه بأي معضلة وبأي مشكلة إذا كانت في الشارع العراقي أو داخل مجلس النواب العراقي. أنا أعتقد هنالك أسس، أولا الأساس الأول يجب أن الاختيار يجب أن يكون دقيقا، إذا ما كان من شخص رئيس الوزراء أو الشخصيات التي سوف تم اختيارها لشغل المقاعد الوزارية، يجب أن حقيقة يكون لدى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء اليد الطولة بقضية حقيقة متابعة ومحاسبة الوزارات. هل تعلم سيدي الكريم أن الوزارات السابقة كان لا يعلم السيد رئيس الوزراء كيف تدار وكيف تمضي في بشؤونها، وبالتالي نحن نحتاج لرئيس الوزراء أن يتدخل وأن يكون له صوت وأن يكون له رأي بأداء هذه الوزارات، وإذا ما كانت هذه الوزارات فاشلة إذن لديه الحق بتغيير هذه الوزارات من أجل أن يمضي لإنجاح البرنامج الحكومي. دائما البرامج الحكومية ونتحدث عن البرامج الحكومية، البرامج الحكومية تكون فضفاضة، لكن إذا ما حددت بنقاط محددة سوف يكون العمل عليها مع الفريقين، إذ ما كان الفريق الحكومي وإذ ما كان الفريق التشريعي. الإطار التنسيق عندما يصف بأنها تكون حكومة خدمات نتمنى تكون ضمن هذا الإطار. أشكرك شكرا جزيلا السيد حيدر عرب الموسى ورئيس مركز القمة للدراسات، شكرا جزيلا لحضرتك، والسياسية المستقلة الدكتورة نداء الكعبي شكرا جزيلا لهذه الإطراءات. بس اليوم المرأة أخذت حقها، اليوم ما انطيتوني حقي. راجع حق الدكتورة إن شاء الله نكون منصفين ويا حضرتك. نتواصل وياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. الأزمة الصحية، كورونا تدق أجراس الارتفاع ووزارة الصحة تعزو الازدياد بعدم الالتزام بالإجراءات.
حياكم الله مجددا. عزت وزارة الصحة الازدياد الحاصل بعدد إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى عدم التزام الملقحين بالجرعة الثانية، ما تسبب بتحور الفيروس، فيما شددت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة الدكتورة ربا فلاح على ضرورة تلقي اللقاح المضاد لكورونا وكذلك الحصول على الجرعة الثالثة بالنسبة لمتلقي جرعتين من أجل الوقاية من الإصابة بالفيروس وتقليل نسبة الإصابات. وأكدت دكتور ربا أن هنالك عدم التزام من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية. ملفنا الثاني من الحصاد الناقش هذا الموضوع بكل أبعاده، لكن بعد نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمالي. إصابات تخطت حاجز 2000 حالة بكورونا أدخلت الكوادر الطبية مرحلة إنذار من تفاقم انتشار الوباء مجدداً، وسط تحذيرات صحية ودعوات لاتخاذ إجراءات السلامة، إذ يعزوها ذوو الاختصاص إلى تراخي المواطنين بالإجراءات الوقائية مع تجاهل جرعات اللقاح. احنا سجلنا رغم أنه هذا الارتفاع الشديد في عدد الإصابات، معظم الإصابات هي بسيطة ومتوسطة، يعني نسبة الراقدين في المستشفيات قليلة، ايضا نسبه الوفيات قليله جدا في عموم المحافظات، مما معناه انه هذه الجائحه هي مو يعني الفيروس مو ذات شده وخطوره عاليه جدا. اما وزاره الصحه فقد استنفرت كوادرها التخصصيه لتكون على اهبه الاستعداد ازاء موقف كورونا بعدما دخلت الموجه الخامسه في الثلثين الاخيرين من الشهر الجاري بإصابة 2628 وتنبؤات باستمرار ارتفاع معدلات الإصابات في حال تم الاستهانة بالوباء. احنا هسه عندنا فرق صحية موجودة في جميع المراكز الصحية والقطاعات، وهذه واجبها متابعة الإصابات وأعداد الإصابات وزيارة المرضى داخل البيوت إذا احتاجوا، أيضا علاج تداخل أو إحالة. فإحنا مهيئين أمورنا وفضل الله الأمر مستقر رغم أنه إحنا أعلى دائرة بالإصابات. فوسط الظروف المتعبة للبلد دخل على خط الأزمات هذا الوباء، لكنه يبدو رحيما هذه المرة بتصريح المتخصصين أن هذه الموجة أخف وطأة من سابقتها وأقل ضررا ما إن التزم المواطن بإجراءات السلامة. قفزة مقلقة بارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا تدق نواقص الاستعداد للكوادر الطبية، والمحاذير تزداد بدخول البلاد إلى موجة جديدة وسط محاذير صحية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه. بهذا الملف ارحب بضيفي الكريم الدكتور مصطفى الموسوي، الطبيب الاختصاص ومدير مستشفى صدر سابقا. حياك الله دكتور مصطفى، ضيف الكريم. الله وحيا الله مشاهديكم الكرام، اهلا وسهلا بكم. دكتور، يعني لا زالوا المواطنين يعتقدون بانه نسبه الاصابات ارتفاعها وانخفاضها مرتبط بالشان السياسي. هسه اريد من ناحيه طبيه، شنو اسباب ارتفاع نسب الاصابه في الاونه الاخيره؟ طبعا نسب الاصابات تدري فتره اكو الفيروس اكو فتره بيه انه يضعف وفتره انه رياكتيفيشن احنا نصير عليها، فهي موجات انه هذا احنا حاليا العراق دخل في الموجه الخامسه من الاصابات. نعم، لان حتى احنا في صوره عامه كاطباء في عياداتنا الخاصه، بصوره عامه زملائنا والاطباء يعني الباطنيه والصوره عامه يعني يتكلمون انه عدد الاصابات، تعرف انه واقع حال اغلب المرضى ما يراجعون المستشفيات، يعني احنا نلمسها في العيادات الخاصه بصوره عامه. اغلب الاعراض تعرف انها حاليا احنا موسم صيف، فالعراقيين يعني عندهم متلازمه ويا تايفويد فيفر، حمى تيفو على قولت بصوره الشعب العراقي، يعني اعراضها مشابهه لاعراض التيفو، الصداع
النحول متكسر والدوار والتقيح احيانا والاحيان الاسهال. فالفيروس دخل فتره احنا نصح لها يعني كنما الفتره البارده وبعد ذلك عاد نشاطه. فحاليا هو فتره الموجه الخامس حاليا تنتشر، لكن حاليا احنا الامور تبشر بخير بصوره عامه، يعني بصوره عامه نشوف الحالات على اغلبيتها نقول متوسطه او بسيطه بصوره عامه. حتى زملائنا في مستشفيات العزل دا اسالهم بصوره عامه يعني ماكو دخول صراحه، مو مثل الحمد لله شكر مو ذيك الاصابات القويه اللي كانت الاصابات يومين كذا عدد. احنا الاصابات حتى لو كان عدد 2000 لكن مقابل حده الاصابه قد صار دخول داخل المستشفيات. حالات الوفاة تعتبر معيار أيضا لشدة الإصابة. حتماً إنه حالات الوفاة تعرف تتذكر أحياناً إحنا في العراق وصل يومين تقريباً 40-50. كانت هذه استمارة تخويف ودعت المواطنين الالتزام بالإجراءات والذهاب إلى التوجه إلى اللقاح أخذ اللقاح. ولا منكر صراحةً إنه بصورة عامة دائماً هو العلم هو أساس في حل أي مشكلة. اللقاح حل هواي مشاكل صراحةً، أنا متأكد اللقاح لو ما هذا اللقاح صورة عامة كان إصابات وما الفيروس نفس يعني نفس الفيروس القديم، لكن إنه المناعة اللي اكتسبوها من خلال الإصابة القديمة أو اللقاح ساهمت في تقليل حدة الإصابة بصورة عامة. اسمح لي دكتور مصطفى أن أرحب بالدكتورة ربا فلاح عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة تنضم معي عبر الهاتف، حياكم الله دكتورة ربا. نشيد بجهود حضرتك الشخصية وبجهود الفريق الإعلامي في وزارة الصحة بالتواصل مع الإعلام في الأجروبات الإعلامية وغيرها، واليوم نسأل حضرتك، وزارة الصحة ذكرت بأن العراق شهد عدد إصابات بجائحة كورونا هو الأعلى منذ عام، بالتالي كيف تشوفين ذلك وما الذي على الجهات المعنية العمل به لتفادي ارتفاع أعداد الإصابات بشكل أكبر من الآن؟ على كل المشاهدين الكرام، شكرا لاستضافتكم الكريمه وشكرا لمتابعتكم اخبار صحه اول باول، وايضا نشر الرساله الصحيه الصحيحه للمواطن العراقي. طبعا بالتاكيد يعني احنا لاحظنا انه منذ بدايه ظهور كوفيد 19 ولغايه يوم هذا هناك بيانات أطلقتها وزارة الصحة، وطبعا مستمرة في جميع بياناتها اللي أطلقتها ضرورة أنه تحث المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وأيضا تلقي اللقاح ومدى إمكانية ظهور متحورات جديدة أخرى. طبعا الفترة الماضية احنا لاحظنا كان هناك استقرار من ناحية أعداد الإصابات وأيضا الاستقرار بالوضع الوبائي بشكل عام، مع ذلك كان هنالك تدني بنسب التلقيح وايضا يعني لا يوجد كان هنالك التزام حقيقي بالاجراءات الوقائيه، مما ادى الى ظهور موجه جديده اخرى اللي احنا بالفعل دخلنا بها وحصدنا الكثير من اعداد الاصابات. احنا لاحظنا يعني اليوم هناك زياده كبيره بأعداد الإصابات مقارنة بالفترة الماضية، سجلنا تقريبا أكثر من 2700 حالة إصابة، أيضا عدد الوفيات كان 2. بالتأكيد إحنا نأسف لكل حالة وفاة تحدث حتى لو إن كانت واحدة، ونأمل إنه الفترة القادمة تقل أعداد الإصابات، لكن هذا بالتأكيد يحتاج إلى يعني وقفة جدية من ناحية إنه المواطن يلتزم أو يعود إلى الإجراءات الوقائية من ناحية ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي وأيضا أخذ اللقاح. نستغل هذه الفترة بمراجعتنا للمنافذ التلقيحية لكل من لم يتلقى اللقاح لغاية هذه اللحظة. يعني حضرتك دائما تركزين على أخذ اللقاح، المنافذ التلقيحية لأخذ اللقاح حتى نقلل أعداد الإصابات وبالتالي نستطيع السيطرة واحتواء هذه الموجة. دكتور اسمح لي أن أنتقل إلى الدكتور مصطفى، لما دكتور ربا تركز على أخذ اللقاح بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية الأخرى، وأيضا حتى الصحة في بيانها ذكرت بأن الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس كورونا كانت هي الأشد لدى من لم يأخذ اللقاح فقط جرعة أولى، لم يأخذ الجرعة الثانية بل وحتى بالجرعة الثالثة. شلون توضح لنا أهمية تعاطي اللقاح دكتور؟ طبعا أنت الواقع الحال أنه العراق قلت الإصابات نتيجة أنه بصورة عامة حتى في الدول الأوروبية تعرف أنه مثل ما ذكرت الدكتور أنه إجراءات الوقاية
تعرف قبل فترة، قبل كم شهر في بريطانيا كذا وفي دول أخرى حتى الكمامة شالوها. ليش؟ لأن وصلوا إلى نسبة لقاح جدا عالية، وكل بصورة عامة بدراساتهم شافوا الجرعة الأولى والجرعة الثانية وبيعطوا الجرعة الثالثة قسم مستوى للجرعة الرابعة، بل وحتى الفئات العمرية شملوها في شكل أكبر. حتى أكو إنه حاليا أكو لقاح في طور الدراسة يعطوه من سن سنتين فما فوق. نعم. كان في سن 12 سنة فما فوق. فاللقاح جدا ضروري صراحة. يعني أنت شوف كل دول العالم اللي لقحت نسبة الإصابات قلت، والمناعة، المناعة إنه المناعة ساهمت، المناعة من يأخذ اللقاح راح ينطي مناعة حتى الإصابة من إصابة بسرعة. إحنا ككوادر صحية نلاحظ أطباء عندنا هواية زملائنا كثيرين حاليا إصابات بوزيتيف يطلع يسوي مسحة لكن إصابته جدا خفيفة. نعم. يعني سور ثروت، احتقان بالعوم. نعم. نحول يوم يومين ثلاثة وراها ما شاء الله يرجعون كلهم. يعني ما عندنا حاليا جماعتنا اللي ماخذين اللقاح اللي لاحظناهم ما صارت إصابة قوية، بس لكن يبقى طور معدي. يعني حتى لو ما معدي لا حتما معدي، لكن هو احنا شوف العراق او بصورة عامة العالم راح يوصل انه يتعايش ويا كوفيد 19 مثل حال انفلونزا، حال انفلونزا. طيب هذا التعايش دكتورة ايضا نجي الى الاجراءات اللي تقوم بها مؤسسات الدولة بصورة عامة. يعني دا نشوف انه عدم وجود انه التركيز على كرت اللقاح، هوية اللقاح، الا يمكن فقط في المحاكم بعض الدوائر القليلة بدأت انه فقط تركز على هذا الموضوع. الفرق الساندة من وزارات الدولة مع وزارة الصحة لها دور هنا، لها دور انه راح تفعل هذه الاجراءات من جديد بالتالي حتى يصير حث للمواطنين على اخذ اللقاح. طبعا بالتأكيد، يعني احنا الفرق الصحية هي مستمرة سواء تثقيف او توعية او متابعة الاجراءات الوقائية سواء في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وايضا في المطاعم والمولات التجارية وغيرها من الاماكن الاخرى اللي يرتاد عليها المواطنين. ايضا كذلك كما تعلم انه احنا يعني دور وزارة الصحة هو بالتأكيد علاجي وقائي وايضا تشخيص، يعني تشخيص الحالات سواء يعني الحالات المؤكده بالاصابه او المشتبه بها، ايضا اللي يتم عزلها، ايضا متابعه الموقف التلقيحي سواء المصابين وغير المصابين. فهذا طبعا مهم جدا انه ما زالت الفرق الصحيه التابعه لدوائر وزاره الصحه سواء في بغداد او المحافظات تقوم بمتابعه الاجراءات الوقائيه اللي مثل ما ذكرنا انه في المؤسسات الصحيه، عفوا في المؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه. لكن بالتاكيد يعني الدور هنا يقع على الجميع، يعني ايضا الجهات الاخرى المعنيه في هذا الموضوع وايضا دور الوسائل الاعلام من ضمنها طبعا بالتاكيد قناتكم الكريمه. اريد ايضا ما دام ذكرت قناتنا اريد تخصين قناتنا دكتوره عفوا، وايضا رسالة توعوية يعني من حضرتك تخصين بها قناة الأيام أو من خلال قناة الأيام تخصين بها المتابعين الكرام حتى نستطيع حتى من الأمانة الإعلامية أن نروج لهذه الرسالة اللي تبثيها حضرتك عبر قناتنا. نعم بالتأكيد، يعني احنا الآن طبعا مقبلين على فترة عيد، طبعا هذا بالتأكيد تزداد بالزيارات العائلية والتجمعات. احنا نعمل انه في هذه الفتره انه نقلل من هذه الزيارات، نحاول بالقدر الامكان انه نلتجئ للاماكن المفتوحه وليست المغلقه، نلتزم بالاجراءات الوقائيه من ارتداء الكمامه اللي كلش مهمه، يعني على الرغم ممكن ان المواطن يشوفها هي اجراءات بسيطه لكن هذه لها مردود كبير جدا على الموقف الوبائي وعلى احتواء هذه الموجة اللي احنا بالفعل دخلنا بيها وحصدنا كثير من اعداد اصابات بالنسبة للفئات الغير الملقحة. واحنا بكل موجة دخلنا بيها كان اعداد المصابين هم من الفئات الغير ملقحة اكثر من الملقحين. نعم. فبالتالي يعني ايضا رسالتنا انه يلتزمون باخذ اللقاح، يتوجهون للمنافذ التلقيحية اللي هي جميع اللقاحات متوفرة بها بالمجان، بشفتات طبعا تعمل هذه الكوادر الصحية وايضا الطبية بشفتات صباحية ومسائية لتغطية اكبر عدد ممكن من المواطنين. ايضا نأكد على ضرورة انه في حال ظهور اي اعراض
للمواطن اي اعراض حتى وان كانت بسيطه يراجع المؤسسات الصحيه طول ظهور هذه الاعراض حتى يتم تشخيصها، لان احنا اليوم نعاني ايضا من مرض الحمى النفسيه وايضا الكوليرا، فاي ليس فقط كورونا، بالتالي اي اجراء يعني اي اعراض تظهر عليه لابد يراجع المؤسسات الصحيه حتى يتم تشخيصها، بالتالي راح تزيد من نسب الشفاء. شكرا لهذه الايضاحات الدكتوره ربا فلاح عضو الفريق الاعلامي لوزاره الصحه، كفيتي ووفيتي. وانتقل لحضرتك الدكتور مصطفى الموسوي، يعني الوافدين الى البلاد، اشارت الدكتوره الى قضيه مهمه انه اوقات العيد، طيب ايضا الوافدين الى البلاد هذا موضوع مهم، تجديد الاجراءات، الفحوصات، التاكد من سلامتهم، شلون نشوف المحيط الاقليمي للعراق انه ايضا عنصر تهديد للعراق؟ حتما، تعرف انت اول اصابه كانت في العراق، انت ما موضوع السفر ما ممكن تتحده، تعرف هسه وزاره الصحه او بالاحرى وزاره النقل تفرض على المواطن اجراءات انه كارت اللقاح، عفوا البطاقه الدوليه، البطاقه الدوليه مال اللقاح، تعرف هي صارت ستاندرد لكل دول العالم، قسم من الدول استغلت عليها لان وصلت نسبه اللقاحات كل يعني اخذت الجرع اللقاح بالنسبه للشعب نسبه جدا عاليه، يعني في بريطانيا اعتقد وصل العدد الى 90% من الشعب البريطاني واخذ اللقاح، احنا ما وصلنا النسبه هذا نسب يعني ما وصلنا 40% 30% النسب مقارنه بهم، يعني انت يمكن من العائله كثير من يعني انت يمكن حضرتك اسئلك ولو سؤال ما اعرف انت ملقح الى ملقح جرأت يعني بس بالعائله ما تلقح اي بالعائله الحجي قضيه بالمحكمه لقح على مود يدخل المحكمه بس ما مقتنع باللقاح من باب انه حتى يدخل. طيب هل تعتقد ان ازدياد عدد الاصابات دكتور راح يعطينا بعض المؤشرات الى تقليص الدوام وارجاعه الى 50% اغلب الدوائر الحكوميه رجعت الى 100%، وهذا هل تعتبر انه عامل جعل انه ازدياد نسب الاصابه؟ ايضا الدوام وان كانت هسه عطله اذا ما زادت هذه النسب ايضا راح يرجع لنا التعليم المدمج او التعليم الالكتروني؟ والله كل حادث حديث، لكن بصوره عامه انا متصور انه هاي الموجه يعني بحد خبرتنا هاي الموجه الخامسه مثل ما ذكرت لك ممكن يعني اذا التزم الشعب يعني الناس بصوره عامه، وانا اعتقد صعب انه الناس تلتزم بالكمامه والاجراءات الوقائيه، لان الشعب وصل لمرحله يعني صراحه قول مل من هالموضوع صراحه بصوره عامه، لكن هو لمصلحته، احنا هاي الموجه تعرضيه مثل ما ذكرت لاحظتها انه تصعد وتنزل، تصعد وتنزل، تصل شنو مثل اصابات ياخذون المناعه مالتهم تاخذ فتره هذا تنتشر ورا فتره تتقلص او مو هي ما انتهت بصوره عامه، لكن اصابات قلت، كذلك تعرف بصوره عامه حتى في روسيا غيرها وصلت الى الموجه الثانيه والثالثه والرابعه، احنا حاليا في الموجه الخامسه. يعني انا اتصور ان شاء الله يعني احتمال هالاسبوعين ثلاثة شهر الاصابات حتوصل الى عدد معين ثم بعد ذلك تقل. تقل، فاعتقد ان شاء الله بكت من التعليم التعليم ما اعتقد راح يكون او مثل ما انت انا اشوفك شوي متشائم بالموضوع، ان شاء الله ما نصل لمرحله انه خلينا نربطها انه رجع الدوام 100% وصار له تقريبا يعني اتصور هذه الدوله تفرض اجراءات صعدت الاصابات اي تفرض اجراءات داخل الوزارات دخول الموظفين بصوره عامه انه التزام بالاجراءات الوقائيه راح يقلل من الاصابات. نعم واذكر لك نقطه صراحه، انت هسه مثلا تقول الدوام 100% لكن هي المولات ايش قد بيها؟ البقية المرافق الصحية، انت سألنا انا وياك ننزل نروح اي مول شوف العالم هيك بيه ابسط شيء المفروض هو يعني على الاقل في هذه الاماكن ازدحام اكثر، وايضا نركز على فترة العيد اللي جاينا ان شاء الله، عيد مبارك على الجميع، لكن ايضا الالتزام بالاجراءات ضروري جدا. احنا ايضا اشركنا متابعي موقع قناة الايام الفضائي بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، سألناهم هل تعتقد ان عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية هو احد الاسباب الرئيسة في ارتفاع الاصابات بكورونا؟ 65% قالوا نعم، و20% قالوا كلا، و15% تحفظوا على الإجابة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى الموسوي الطبيب الاختصاص، وأكرر شكري الدكتور ربا فلاح، شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.